طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه اللي عايزين نتكلم فيها وهي بتتعلق بمباراه النهارده، قبل ما اتكلم عن اهداف النادي الاهلي من مباراه اليوم، عايز اقول لحضراتكم احصائيات مباريات الاهلي وبيراميدز في تاريخ مواجهاتهم في الدوري، وبالتحديد انا بتكلم على بيراميدز هنا مش تحت مسمى بيراميدز بس، لا من ايام ما كان اسمهم الاسيوطي، ففي مواجهات حصلت ما بين الاهلي والاسيوطي، وبالتالي بعد ما تعدل اسمه بقى الاهلي مع فريق بيراميدز الاسيوطي سابقا، فالنتائج كانت عباره عن ايه والاحصائيات كانت عباره عن ايه. هم لعبوا مع بعض في بطوله الدوري بالذات تحديدا 7 مباريات، النادي الاهلي فاز في 4 مباريات، في المقابل فاز بيراميدز في مباراتين زي ما حضراتكم شايفين قدامنا على الشاشه دلوقتي، والتعادل كان حاضر في مباراه وحيده. عدد الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي في شباك بيراميدز 10 اهداف، في المقابل بيراميدز قدروا ان هم في بطوله الدوري يحرزوا 4 اهداف في شباك النادي الاهلي. دي احصائيه مهمه وحبينا نقولها لحضراتكم، اكيد حضراتكم طبعا بتتابعوا كل الاحصائيات قبل اي مباراه بتخص النادي الاهلي. بالتالي انا عايز اتكلم عن هذه المباراه ومدى اهميتها، والكلام كتير حوالين مباراه الاهلي وبيراميدز، خصوصا ان البعض رابط هذه المباراه بالمنافسه على المركز الثاني ما بين الزمالك وبيراميدز، والاهلي بالنسبه له هو حسم الدوري وما بيسعاش ان هو يرجح كفه فريق عن الاخر، مش اسلوب النادي الاهلي، الاهلي ملوش علاقه بالقصه دي خالص وملوش دخل بحسم المركز الثاني، ومش فارق معاه مين يكون موجود في دوري الابطال او مين يكون موجود في الكونفدراليه، لا بل بالعكس كمان اكيد كلنا نتمنى ان الثلاث فرق يكونوا موجودين في بطوله دوري الابطال. هتقول لي ازاي؟ هقول لك باذن الله الاهلي ياخد بطوله دوري ابطال افريقيا ايا كان بقى بيراميدز ربنا يوفقه ياخد الكونفدراليه، لو الزمالك خد المركز الثاني هيبقى الثلاثه موجودين في دوري ابطال افريقيا، فدي جزئيه ما تفرقش مع النادي الاهلي اطلاقا. الاهم بالنسبه للنادي الاهلي هي ثقافته و أهدافه من أي مباراة بياخدها وأهداف جماهيره من أي مباراة بيلعبها النادي الأهلي. الهدف إيه؟ إنك تكسب، مش هجمل الكلام بقى وأقول لك أصل المباراة مش فارقة وكلام، لا أنت أي مباراة بتخشها أنت بتبقى عايز تكسب، خصوصا إن أنت ممكن عندك فرصة إنك تعمل بعض الأرقام القياسية من خلال مباراة اليوم. فبالتالي الأهلي شغال في هذه المباراة على الهدف المعتاد بالنسبة له هو الفوز بإذن الله تعالى. في حسابات، في استراتيجية ممكن تكون عند مستر بيتسو إن هو يريح بعض العناصر يلعبهم، كل هذه الأمور أمور فنية، بس الهدف الأكبر إيه؟ بخلاف إنك تفوز في مباراة اليوم، وارد إنك تكون موفق ووارد إنك ما تكونش موفق، دي كرة القدم، لكن أنت أهدافك وسعيك الأساسي اللي أنت متعود عليه أنت وجمهورك إنك بإذن الله تكسب مباراة اليوم بعد توفيق المولى عز وجل. الهدف الأكبر هي مباراتي الوداد والتحدي الأفريقي، هتشتغل على إنك تريح بعض العناصر تمام وتحاول تجهز البعض الآخر من خلال مباراة اليوم عشان تقدر تستحوذ على أكبر قدر ممكن من اللاعبين المتاحين بالنسبة لك والجاهزين بنسبة مئوية عالية جدا قبل مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي. فدي أهداف النادي الأهلي مباراة النهاردة، وبإذن الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق ويقدروا إن هم يحققوا انتصار جديد ويزودوا عدد النقاط في هذا الدوري المحسوم للقلعة الحمراء. عندنا كمان تفاصيل أخرى وأخبار متعددة بتخص الأهلي وجمهوره، وكل ده هيكون بعد الفاصل، استنونا.